في مباراة القسنطينة وين كان ضربة جزاء لم تعلن أو في شلف، كذلك كان تسلل، وكذلك في مقابلة البارادو. كل الحكام بدون استثناء، كل الحكام من اللي اخطأوا في هذه المباريات وداروا قرارات خاطئة مؤثرة، كلهم عوقبوا وكلهم يعاقبون. اليوم حتى اليوم تقريبا عندنا 18 حكم معاقب، كذلك إضافة إلى الحكمين اللي حكموا المباراتين الأخيرة. كذلك نظن في مباراة كذلك مولودية العاصمة، وين مع شلف كان هناك كذلك أخطاء تقديري من طرف الحكم المساعد ورفض هدف لصالح مولودية العاصمة، كذلك هو لحد الساعة متوقف يعني معاقب. نظن هذه الأخطاء اليوم التحكيم رغم كان الأخطاء وستكون الأخطاء، وإحنا دائما نحب نقلل من الأخطاء، لأن إحنا لما جيت وقلت كلمة بأنني لن أتسامح مع أي حكم خطأ أو أثر على نتائج المباراة.